عندي سؤال حضرتك الله. هذا السؤال. شيخي، من المعلوم أنه في جزيرة العرب أن المرأة تخدم زوجها، وهو من مقتضيات العقد. فهل من فقه الفتوى في هذه الجزيرة أن يخرج إنسان على الهوى ويقول أنه ما هو واجب؟ من اللي خارج هذا؟ هذا أحد الدعاة والمشايخ. شيخ ولا داعية؟ والله داعية، ويمكن أن تقول شيخ. من هو؟ عثمان الخميس. ها؟ عثمان الخميس كويتي. يسأل من أهل الكويت هو؟ هو من أهل الكويت، نعم. ولادة مولود في الكويت. نعم، مولود في الكويت، أحسنت. إنسان يسأل جدته عن هذا الأمر كله. أي والله صدقت يا شيخ. لكن هل من فقه الفتوى؟ لا، هذه فتوى فاسدة ولا قيمة لها. نعم نعم، يعني هو يقرأ، هو يعرف وش كانت تسوي أسماء بنت أبي بكر. تنقلن وعلى رأسها، وسياسة فرس سوس فرس الزبير، وتعمل. نعم، هو يفهم هذا. ما هي فاطمة جرت دلم حتى كلف مثلها، وخنست حتى برت ثيابها، وإلى آخره. هو يفهم هذه الأمور.